السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ مرتاحين ان شاء الله؟ رجعت وياكم بفيديو جديد مع لويس. وطبعا شباب كالعاده رحت السوق المستعمل ولقيت هذا الجهاز البي اس بي النسخه التقليد، مثل ما جاي تشوفون مبين الجهاز يعني نظيف. عملت على سعره، طلع سعره 2000 دينار عراقي يعني تقريبا 1 دولار بالامريكي. بهذه الحاله قلت خل اخذه واشوفه يشتغل او لا، واذا ما اشتغل راح نحاول نصلحه. اذا انت مهتم وحاب تشوف هذا الجهاز البي اس بي راح يشتغل وشنو الالعاب الموجوده بداخله، تابعوا وياي الفيديو لانه هاي راح اخليك سويا الحلقة. مشاهدة ممتعة. قبل لا ابدي بحلقتنا لهذا اليوم، لا تنسوا دعمنا في القناة، حط لايك كومنت، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد مع لويس. طبعا شباب مثل ما جاي تشوفون هذا جهاز البي اس بي اللي اشتريته من سوق المستعمل، مثل ما جاي تشوفون مبين شكله جديد، بس حاليا عندنا هذا الزر يعني مال التشغيل ما موجود. المهم خلينا نجيب له بطارية ونشوف هذا الجهاز يشتغل او لا، واذا اشتغل نسوي له عملية تنظيف. طبعا شباب مثل ما جاي تشوفون هذا بطارية من خلالها راح نقدر نشغل الجهاز. هنخليها بهذا الشكل، نقول بسم الله. اشتغل الجهاز بس تتحرك البطارية. جاي يشتغل ويفصل، راح اطفيه واشغله، ارجع اشغله. مثل ما جاي تشوفون شباب اشتغل حاليا الجهاز، احط ستارت. مثل ما جاي تشوفون اشتغل حالي، من انصي وعلي، بس الظاهر البطارية ما بيها شحن. خلي اشحن البطارية لان جاي اشوف شلون الاضاءة جاي تقل. خلي اشحن البطارية. طبعا شباب مثل ما جاي تشوفون انا شحنت الجهاز والجهاز اشتغل، يعني ايضا الاي سي مال الشحن ما بي اي مشاكل. فهسه هنا راح ندخل على الالعاب الموجوده. هنا عندك العاب سوبر ماريو، هنا أنا قتال، هذا الرياضه، هذا السباق سيارات، وهذه خاصه بهذا مال الطيور. بدنا نشوف العاب ماريو اكس. مثل ما جاي تشوفون هذه الالعاب الموجوده بالحق مال ماريو. تقريبا 10 العاب لان كل ساعة جاي عادة نذني نطير الست والاكس. ما نشوف هذه الالعاب الخاصة، يمكن هاي التكن، هذا لعبة الدبابات. ايضا يعني كل حقل بي 10 تقريبا. عندك هذا اللعبة، هذا الرياضة، هذا طوبة، بليارد، هذا طائرة يمكن. انا كم لعبه يعني يجوز بيهن هذا نان عادن من انا. هنا خمسه موجوده، خمس العاب. بيرست، شوف هذا العاب الحرب. هذا تقريبا 10. سباق سيارات، هنا تقريبا 5. عندك هذا اخر حقل، يعني الالعاب الموجوده بي لا باس، يعني بينات العاب كلهن يعني عاديات، لان خاصه بالعاب المايكرو، يعني ماكو العاب خاصه بالعاب السيجي حاليا بهذا الجهاز. مثلا هنجرب العاب اول لعبه ماريو. you
خلنا نشوف بالله هذه اللعبة. هذا لعبة كرة القدم، بالله خلينا نشوفها. شو اللاعب يختفي هلا؟ هاي بلعبتي ايش؟ عبالي قولوا علي. طبعا العاب الجهاز يعني اشوف انه حلوه، العاب عاديه، بس هو بالنسبه لسعره يعني ببلاش اشتريته بحساباني. البطارية هاي موجودة وحاليا هو جاي يشحن، يعني هم تشحن البطارية. عشان جيم اوفر بعد ما لعب متت. شنو الفيلم؟ اسرع لعبة تموت فيها. بس بابا انا هاد اللعبة شنو هاي؟ هذا لعبة الحرب شوية حلوة، بس ماريو هذا اللعبة حلوة. باقيات كلها نيج. عشان هاي زوجي. طبعا شباب بما انه الجهاز اشتغل راح اسوي عملية تنظيف لهذا الجهاز، ولهنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. لا تنسون دعمنا في القناة، حط لايك كومنت، تشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد مع لويس. اكتب لي بالتعليقات حلو هذا الجهاز او لا.